ويخلونا نروح على طول مشاهدينا في كل مكان على فرع النادي الاهلي بالجزيره، لان زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم موجوده هناك حاليا عشان مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بفرقه المختلفه وفي فروعه المختلفه. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. غدا إن شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 5 أيام، طبعا كان منحها مستر مارسيل كولر بسبب فترة توقف الدوري. غدا بقى زي ما قلت إن شاء الله هيستأنفوا التدريبات مرة تانية، وكمان كان قرر مستر كولر إن الفريق هيخوض تدريباته على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، عشان بقى يرفعوا الحمل البدني ويستعدوا بشكل جيد جدا للمرحلة القادمة اللي بالتحديد تبدأ مواجهات النادي الأهلي يوم 27 نوفمبر أمام فريق المقاولون العرب في بطولة كاس مصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لناشئين كرة القدم، وفريق 2008 بيحقق فوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ده طبعا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية. الحقيقة أن ناشئين 2008 عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من أن المباراة كانت خارج أرضهم لكن قدروا يسيطروا على مجريات المباراة ويحسموها لصالحهم. أحرز هدف النادي الأهلي اللاعب مهند أيمن في الدقيقة 58، والحقيقة بقى يا كريم إن الفوز ده فوز مهم جدا عشان الحقيقة رفع نقاط النادي الأهلي ل 16 نقطة، وبأصبح متصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الزمالك بعد ما خسر أمام فريق أسوان. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يفوزوا في جميع المباريات القادمة ويتوجوا ببطولة الجمهورية. دي أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. وسيدات كرة السلة النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا ونهائي بطولة دوري المرتبط. المباراة هتكون أمام فريق سبورتنج الساعة 7 مساء على صالة استاد القاهرة. يعني طبعا هتكون مباراة مش سهلة، سبورتنج أكيد خصم قوي لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة السلة إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا بالبطولة. المباراة الأولى طبعا زي ما قلت هتكون النهاردة، المباراة الثانية هتكون يوم الثلاث إن شاء الله 15 نوفمبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وخليني بقى أذكر حضراتكم بمشوار سيدات كرة السلة في البطولة. قدروا يفوزوا في نصف نهائي على فريق سموحة في مباراة الذهاب بنتيجة 84-66، في مباراة الإياب بنتيجة 92-64. قدروا يفوزوا على مصر للتأمين في ربع نهائي البطولة في مباراة الذهاب بنتيجة 88-36، مباراة الإياب بنتيجة 86-58، وفي دور ال 16 على الصيد في مباراة الذهاب بنتيجة 78-41، ومباراة الإياب بنتيجة 82-70. يعني زي ما احنا شايفين الحقيقة عاملين نتائج كبيرة جدا في بطولة دوري المرتبط، ان شاء الله بقى كمان يتوجوا بالبطولة. اما عن رجال كرة السلة فأيضا امس قدروا يتأهلوا لنصف نهائي بطولة دوري المرتبط بعد بقى تخطيهم لعقبة سبورتنج. يعني الحقيقة انه فريق المرتبط كان حسم التأهل قبل فريق الاول، قدروا يفوزوا على المرتبط زي ما قلت بنتيجة 97-62، لكن ايضا رجال كرة السلة فازوا في المباراة بالرغم من هي كانت مباراة تحصيل حاصل لكن قدروا ينهوها لصالحهم بنتيجة 71-63، وكانوا أيضا فازوا أكيد في مباراة الذهاب بنتيجة 74-55 عشان بقى يتأهلوا لنصف نهائي البطولة. في نصف نهائي البطولة هيواجهوا فريق الزمالك، المباراتين هتكون يوم 16 و18 نوفمبر، هتكون على صالة برج العرب. يعني طبعا أكيد أيضا هتكون مباراة كبيرة لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في الدريم تيم رجال كرة السلة، إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا فوز ويفوزوا في البطولة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة، وسيدات كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة. هيكون عندهم مران الساعة 4 العصر، وبعدها على طول هيغادروا للأسكندرية استعدادا لمباراة غدا. مباراة غدا هتكون أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري. يعني في الجولة الأولى كانوا واجهوا الزهور والمباراة انتهت لصالحهم بنتيجة 3-0. في الجولة الثانية كان المفروض هيواجهوا الزمالك لكن تم تأجيل المباراة. وخليني بقى يا كريم كمان أقول لك انه امس اعلن اتحاد كرة الطايرة ان مباراة الزمالك تم تأجيلها ليوم 5 ديسمبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة الزمالك وفي جميع المباريات زي ما دايما عودونا فتيات الذهب فتيات كرة الطايرة بالنادي الاهلي.
واستكمالا للحديث عن الالعاب الاخرى خلونا دلوقتي نروح للعبه كره اليد. ورجال كره اليد بيحققوا سلسله من الانتصارات في بطوله الدوري، قدروا يفوزوا يوم الخميس على فريق طلائع الجيش ضمن منافسات بطوله الدوري بنتيجه 32-25. المباراه كانت بتقام على صاله طلائع الجيش، عملوا مباراه كبيره جدا وزي ما قلت ان هم محققين سلسله من الانتصارات، اخرها كان على فريق الزهور بنتيجه 29-18. مقدمين الحقيقه بطوله كبيره جدا مع المدير الفني ديفيد ديفيس، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. اخيرا بقى نروح للعبه السكواش وابطال النادي الاهلي، اللاعب مصطفى عسل واللاعبه سنة محمود بيتوجوا ببطوله العالم للسكواش للجامعات. البطوله كانت بتقام هنا بمصر على ملاعب نيو جيزا بمدينه 6 اكتوبر. عملوا الحقيقه بطوله كبيره جدا، قدموا اداء قوي جدا كالعاده بيليق باسم النادي الاهلي. طبعا ببارك لهم وببارك لكل الاهلاويه. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه. كمان يا كريم زي ما عودنا مشاهدينا 10 الصبح في الاهلي، خليني انقل لكم الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي منذ ساعات مبكره من اليوم، وطبعا بيزيد عددهم على مدار اليوم. درجه الحراره دلوقتي 23، وزي ما قلت في حاله من النشاط. والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. كالعاده تغطيه كافيه وافيه، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.